عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه جايب لكم فيديو مخصوص عن الموتوسيكل الهوجن الثلاثه، الهوجن الثلاثه اللي هو الشهير بكلمه حربايه. النهارده يا جماعه انا جايب لكم الموتوسيكلات ديت عشان خاطر اوصف لكم ايه المميزات اللي فيه وايه العيوب اللي فيه. النهارده عشان خاطر يبقى انت معاك موتوسيكل حربايه لازم تسمع الكلام ده كويس لاخر الفيديو، ما تنساش دعمني بلايك، تمام؟ طيب النهارده يا جماعه الموتوسيكل الحربايه او الهوجن الثلاثه الشهير في الحربايه ده مميزاته فيها ايه؟ النهارده ده موتوسيكل الهوجن عامه قبل اي كلام ده ملاكي، يعني ما هواش بتاع مثلا 3 4 انفار والكلام من ده، عشان ابقى معاك صريح، تمام؟ لو انت هتركب الموتوسيكل ده ملاكي انت ونفر معاك هيبقى معاك كويس، تمام؟ فخليك معايا هوريك حاجه تبقى واخد بالك منها. ده موتوسيكل هوجن 3 وده موتوسيكل هوجن 3. شوف الموتوسيكلين دول الاول وقول لي ايه رايك فيهم والشغل اللي فيهم، تمام؟ دي مكنه متولته، موتوسيكل متولت، تمام؟ في اكسسواراته وفي حاجته وكل حاجه. الموتوسيكل الهوجن الثلاثه لما بيبقى متروق بيبقى على الوضع ده. الموتوسيكل ده مزود بطقم صوت داخلي من جوه، تمام؟ مزود بعداد ار بي ام، عداد ار بي ام هنا اهوت، تمام؟ طفيم، الشغل ده كله. انا كنت نزلت قبل كده فيديو على المكنه ديت بس ما كنتش اتكلمت، فناس كتير قالوا لي اوصف الموتوسيكل، فانا دلوقتي اوصف الموتوسيكل. الموتوسيكل ده يا جماعه ما بيشيلش ازيد من 2 للاحسن ليه، هو ممكن يشيل 10 انفار مش هقول لك لا، بس الافضل ليه انك تشيل هو واحد صاحب الموتوسيكل واحد معاه كمان ما فيش مشكله، انما ازيد من كده ما انصحش بالموتوسيكل الهوجن الثلاثه، تمام؟ ليه؟ عشان ما تفتلوش وعشان خاطر ان برضك في نفس الوقت يعني القعده بتاعته صغيره كنزه، مفيش سلم ورا ولا الكلام من ده، في بيبقى ليه سلم ورا كرسي اسمر كده، بس طبعا ده بيتشال اول حاجه في قلب الايه؟ الموتوسيكل ده، تمام؟ ده موتوسيكل عامة عشان تبقى واخد بالك 2014، ده موتوسيكل 2014 بس لسه بحالته لان متحافظ عليه، تمام؟ تمام. تعالى برضه نشوف هنا ايه فرق الموتوسيكل، اتفرجوا عليه. ويا ريت لو حد بيعرف فيهم او غاويهم يقول لي الموتوسيكل ده يسوى كام؟ يا ريت يقول لي الموتوسيكل ده يسوى كام؟ تمام. تعالوا هنا شوفهم برضو الموتوسيكل ده، الموتوسيكل ده على وضعه ولا في اكسسوارات ولا في كلام من ده، بس حلو برضك ما هوش وحش، يعني موتوسيكل جميل بصراحه. هوجن ثلاثه، تمام، شهير بالحبايه. الموتوسيكل ده يا جماعه على الطريق برضو حلو مش وحش، الموتوسيكل ده على الطريق حلو ما هوش وحش وماسك نفسه على الطريق، تمام، بس برضه مش بتاع العمل اللي هو العمل اللي انت تشيل عمال عليه ولا الكلام ده كله، هو الجول بتاع انك تحط ايه يوم انت واحد صاحبك، تمام، كده. انما احجام تقيله ما بيشيلش، ما انصحش انه يشيل احجام تقيله بمعنى اصح. خليكم معانا لحد اخر الفيديو، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناة ان انا اقدر انزل لكم كل يوم اكتر واحسن، تمام؟ شجعوني يعني يا جماعة بمعنى اصح، شجعوني. هنا هو وش السلندر ما ترفعش، تمام؟ الموتوسيكل ده يا جماعه لسه مشدود برضو دلوقتي، كان متبهدل عن كده والحمد لله طلعناه برضو ايه مظبوط هنا اهوت. تمام. وهنا برضو لما تيجي تشتري موتوسيكل نصيحه عشان تستفاد حاجه من الفيديو ده، لما تيجي تشتري موتوسيكل برضو لما تيجي تشتري موتوسيكل أول حاجة بتعملها هي وقت الموتوسيكل.
قدام عينيك عشان خاطر ان مثلا لو في فتله ولا كلام من ده تبقى واخد بالك منها، بتبص من ورا وبتبص من قدام كده مسطره مفيش في فتله تمام. وبرضه لما تيجي تبص على الفرجه ببص على الجنوب، في ساعات موتوسيكل بيبقى الجنط بتاعه واخد خبطه، طب ازاي نعرف نظبطه؟ تعالى وانا اوريك. عشان تعرف هو واخد خبطه ولا مش واخد خبطه بنقوم لافين الفرده كده وبنعمل صابعنا كده، لو في رفه هتبان معاك هنا اهي تمام، ودي برضه اهي، بتقوم حاطط صبعك هنا قريب منها بحيث ان لو في رفه تبان معاك قدام عينيك تمام. وبرضه بتيجي على الفردة اللي قدام نفس الكلام ونفس الطريقة. يعني ده في خبطة هنا بانت معايا هنا عشان نبقى نكون صراحيين مع بعض، دي أول مرة نشوفها دلوقتي وإحنا بنجرب تمام. النهارده يا جماعه ده الفيديو بتاعنا النهارده، وانا مش هطول عليكم عشان خاطر ان انا ما عنديش ساعات فاضي تمام، واشكركم اللي حضر الفيديو للاخر والسلام عليكم.